كل كلمة رح تسمعوها بهذا الفيديو مهمة كتير، مثل أهمية الأكل والشرب، مثل أهمية الحياة بالنسبة لكل إنسان مسلم عايش بقلب أوروبا. بالفترة الأخيرة حوربت كتير لدرجة أني فت بحالة اكتئاب من وراء حالة إعمار المساجد بالسويد. عملنا تبرعات كتير لأكثر من مسجد وكتير عالم شاركت بهي التبرعات، ولكن كان في عالم كتير الحقد والكره موجود بقلبه وبعيونه وتزت كلمات علينا تقتلنا كأنه رصاص عم بفوت بجسامنا. هاي الشغلة أثرت فيني كتير، كأنه إنسان عم بقبع لحمي أبع عن جسمي. فقدت الأمل من كتر الوجع يلي توجعته، بس سمعت تجربة الناس بأمريكا يلي إجوا قبلنا، سمعت شو صار بأولادهم، سمعت قديش عم بكافحوا وعم بحاولوا يعملوا كل شيء بيقدروا عليه بس مشان ينقذوا أولادهم. أكثر من 100,000 طفل سنويا مسلم ما بيعرف شيء عن أمور دينه وعم بصير ملحد. تحموا الأطفال منهم يطلعوا عن الإسلام ويصيروا ملحدين. لأنه عندنا إحصائيات كل سنة تقريبا 100,000 مسلم بيطلع من الإسلام. كل سنة 100,000 مسلم. واو، احصائيه كبير هاي. يا فاحنا بنخاف على اولادنا، يعني المغتربين بس نيجي هون نضطر نيجي مشان الشغل، بس بنصير بنواجه مشكله انه اولادنا عم يروحوا على مدارس امريكيه. عم يكون في انفلونس مختلف، عم نحاول نفكر بافكار انه كيف نرجعهم للاسلام. لازم احنا كمسلمين ننتبه على اولادنا. انا لما يجيني ولد عمره 13 14 ما بيعرف يصلي، وينكم؟ طيب ليش ممكن شخص زيك موجود في امريكا وامريكا هي بلد الفلوس يترك الفلوس ويخصص وقت كثير من حياته على هيك موضوع؟ احنا لما اولادي كانوا عم يكبروا هون، انا كنت مهندسة، لما شفت اولادي عم يخسروا اللغة العربية والدين وشفت ايش عم يصير بالاطفال هون عم يلحدوا وعم يتركوا الدين، تأثرت كثير. لما تشوف عندك طفل عم يجي عندك يحب القرآن ويتعلم الدين والصلاة على ايدك، ما في شعور بالعالم يوصفه، ما في فلوس بالدنيا توصف هذا الشعور. اللي بيجي بالاول مو مصلي او بنت مو محجبة، صارت عم تحط الحجاب، صارت عم بتصلي، صار عندنا مواقف مع بنات مرضوا، تعرضوا لتنمر في المدرسة، وصارت حادثة هون بتامبا، واحدة بنت انتحرت. هاي أثرت فينا كتير، إنه ليش انتحرت؟ وين إحنا كنا؟ إنه لازم إحنا كمسلمين ننتبه على أولادنا. يعني ما بيصير عندنا طفل ينتحر لأنه ما حدا انتبه عليه، أو ما كان في منظمة مثل منظمتنا تحمي الشباب. عشان هيك سوري. شو رسالتك له اللي عنده وخلف اولاد جديد؟ ما تضيعوا الوقت بالشغل، ما تضيعوا الوقت بس عم نلم مصاري. امريكا مو بس للم المصاري، هدول الاولاد ربنا رح يسالنا عنهم. يعني كل واحد عنده ابن رح توقف قدام الله بيوم من الايام يقول لك شو علمت ابنك؟ علمته اي حرف من القران؟ علمته يصلي؟ انا لما يجيني ولد عمره 13 14 ما بيعرف يصلي، وينكم؟ وينكم يا عرب؟ بليز ادعوا جوامعكم، علموهم قرآن ودين أهم من anything in the dunya. هدول الأشياء اللي حيتسأل عنهم، ما رح تسأل إذا هو صار دكتور وألحد، إذا هو كان مهندس أو محامي، ما رح تسأل على هاي الأشياء، بس رح تسأله شو علمته بدينك. هاي أجيال عم بتضيع، وهي أهمية المساجد بأوروبا. بتشكر هاي المرأة على كل كلمة حكتها وعلى كل عمل عملته، بتشكرها على الطاقة الكبيرة يلي عطتني إياها وزرعتها فين. بعاهد رب العالمين إنه رح أرفع هاي الراية، راية إعمار المساجد، وأضلني ماشي فيها لو حتى كل الناس بدها تنهش من لحمي.